وننتقل بكم إلى نيويورك لمتابعة كلمة السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بشأن غزة. غزة والأحداث في 7 أكتوبر، حيث أن عدد ضحايا تلك الممارسات من المدنيين الفلسطينيين قد تضاعف للأسف الشديد مرات عدة حتى تاريخ اليوم، بما في ذلك مقتل الآلاف من المدنيين على أيدي قوات الاحتلال ومقتل المئات من المدنيين أيضا جراء حوادث تجري في الضفة الغربية المحتلة. إنما تقدم سيدي الرئيس يدفعنا للتأكيد مجددا على أن الضامن الوحيد لكبح هذه الانتهاكات ما هو إلا إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط 4 يونيو 1967، تنفيذا لمقررات الشرعية الدولية بما فيها القرارات المتعددة للجمعية العامة للأمم المتحدة. حل الدولتين سيد الرئيس سادة الأعضاء هو السبيل الوحيد ولا سبيل غيره لضمان حق الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي في العيش بسلام وأمن وبصورة طبيعية في دولتين متجاورتين كسائر الشعوب وفقا لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة. كل شكر سيد الرئيس.